حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت فقط أن أشارك معكم هذا المشهد البديع من ورائي. الحقيقة أتذكر قول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الحقيقة أحبتي في الله، هناك ومضة تذكرتها وأحببت بالفعل أن أعمل هذا المقطع لنتصور الموج الذي حدث في زمن سيدنا نوح عليه السلام، وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنا سبحان الله عندما رأيت هذا المشهد، الموج قوي اليوم ولكن ارتفاعه لا يتجاوز 1 متر، وسأكبر الصورة من ورائي هنا. حقيقة أيها الأحبة، انظروا هذا الموج بحدود 1 متر، 1.5 متر، كيف كان في زمن سيدنا نوح عليه السلام الموج كالجبال، يعني مثلا 3000 متر، ماذا تتصورون؟ حقيقة يعني شيء مرعب والله أيها الأحبة. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. ماذا قال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله أيها الأحبة، تأملوا معي هذا الموج البسيط. الحقيقة لا أحد يجرؤ الآن أن يدخل في هذا الموج وهو لا يتجاوز 1 متر أو 1.5 متر. فكيف عندما حدث طوفان سيدنا نوح وكان ارتفاع الموج كارتفاع الجبال، لأن الله تعالى يقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني يمكن أن تجد ارتفاع الموجة يتجاوز 1000 أو 2000 أو 10,000 من الأمتار، لأن أعلى جبل كما نعلم قمة إيفرست بحدود 8800 متر. فتصوروا ذلك الموج كيف كان، وكيف أن سيدنا نوح نادى ابنه. سبحان الله، يعني نادى ابنه وبكل رحمة وبكل يعني ناداه بكل أبوة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. انظروا إلى قوة الإلحاد أيها الأحبة وخطورة الإلحاد، يعني وهي تجري بهم في موج كالجبال. تصوروا إنسان يرى أمواج كالجبال ولا يتعظ، يرى جبالا من الأمواج ستبتلع كل شيء، ثم يثق بالشيطان ويقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لذلك أحبتي في الله، يعني أسأل الله تعالى أن يرحمنا من أمواج الضلال التي تعصف بنا اليوم، ويرحمنا من ظلمات اللهو التي تعصف بعصرنا اليوم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.